بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف الثالث متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، طبعا مراجعتنا هي مراجعة مادة الاجتماعيات، ووصلنا إياكم مادة الوطنية، طبعا ملخص شامل وليس مراجعة مركزة. بالنسبة للوطنية جدا مهمة، عليها 20 درجة. ممكن أحد الطلاب يخفق بالمواد الثانية، تنقذه الوطنية، لا تتركها ابدا. مفهوم القيم وسهله هي، وهي مجموعه، طبعا سؤال ما هو مفهوم القيم؟ هي مجموعه من المعايير والمبادئ والتعاليم والضوابط الاخلاقيه التي توجه سلوك الفرد وترسم له الطريق السليم الذي يجنبه الوقوع في الخطأ او القيام بفعل يتنافى مع مبادئه وقيمه واخلاقه. سؤال هنا ايضا مهم، يقول ما الاهداف التي حققها القيم او حققتها القيم الوطنيه والاخلاقيه للفرد؟ شنو هي الاهداف؟ تقوية الروابط الاجتماعية، 1. ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، 2. تحقيق الاستقرار، 3. تعزيز المساواة، إشاعة السلم بين أبناء المجتمع بغض النظر عن اللون والدين والجنس. ممكن تجين على شكل فراغات، أوكي؟ أنواع القيم الاجتماعية، القيم الاجتماعية نفسيتها والقيم الوطنية. عرف القيم الوطنية. هي مجموعة من المبادئ والضوابط التي تحدد سلوك المواطن في المجتمع الذي ينتمي إليه. مهمة. بماذا تتمثل القيم الوطنية؟ تتمثل بالمواطن المصالحة أو الصالحة، وحب الوطن والإخلاص والانتماء والولاء له والتضحية في سبيله، والالتزام بالقواعد والقوانين. شن هي المواطنة؟ هي كلمة مشتقة من كلمة الوطن، مهمة، وتعبر عن المكان الذي يعيش فيه الإنسان، وتحدد بموجبه الحقوق والواجبات التي تضمن لهم العيش والحياة الكريمة. سؤال مهم هذا، بين الامتيازات التي يحصل عليها الفرد الذين يتمتعون بصفة المواطنة: الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في المشاركة في الحياة السياسية مثل الترشيح لمنصب سياسي أو غيره. وتضمن المواطن التمتع بالحريات الفردية التي يكفلها الدستور. عندنا هنا تعليل، لماذا الفرد دائما يحتاج إلى مجتمعه ولا الأفراد الذين يعيشون معه؟ لأن الإنسان، الجواب مالته، أو الفرد هو كائن اجتماعي، ولا يوجد مجتمع يخلو من الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الفرد والجماعات. سؤال يقول، ما الأسس التي يجب أن تقوم على أساس علاقات المجتمع؟ منها احترام عادات المجتمع، احترام آداب العامة وقواتنا، الالتزام بالأنظمة والقوانين السائدة له. عدد أسس العلاقات الاجتماعية: احترام متبادل، الثقافة المتبادلة، التفاهم واعتماد مبدأ الحوار، التواصل الاجتماعي. عرف الاحترام والمتبادل. هو الاحترام هو أحد الأركان الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية السليمة وديمومتها بين أفراد المجتمع. عرف الاحترام المتبادل، يعني تعامل الناس مع بعضها البعض بطريقة حسنة، بحيث يتقبل كل فرد أو جماعة أفكار الآخرين وآراءهم بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو نسبهم. تعليم مهم، احترام اختلاف الآخرين من أهم أشكال الاحترام المتبادل، لأن مفتاح جناح العلاقات. أوكي، لأنه مفتاح جناح العلاقات الاحترام. سؤال يقول، اعطي بعض الأمثلة عن الاحترام المتبادل بين الناس أو الطلاب. جواب مالته، طبعا الاحترام المتبادل للمعتقدات الدينية، هاي 1. الاحترام المتبادل للمناسبات القومية المحلية، هاي 2. الاحترام المتبادل لحقوق الآخرين، هاي الاحترام المتبادل. شفته؟ تعريف الثقة المتبادلة، هي شعور متبادل يعبر عن الإيمان بصدق الآخرين وأمانتهم وإخلاصهم، يعني احمل أخاك على 70 محمل. سؤال، ما العمل الأساسي الثقافي بين الناس؟ أو ما هو العامل الأساسي الثقافي بين الناس؟ هو احترام وحب الخير والابتعاد عن سوء الظن بالآخرين. تعليم، تسأل كثير من المجتمعات البشرية إلى زرع الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، لأنها تود إلى استقرار المجتمع، إلى أن يعيش أفراده بسلام وأمان. سؤال يقول، اذكر أمثلة عن حياتنا اليومية تدل على الثقة المتبادلة بين الناس. مهمة هاي طبعا كلها. نثق بالمعلم وهو يثق بقدرتنا، نثق بالطبيب وهو يثق بتعاون المرضى معه، نثق بأبنائنا وهم يثقون بنا، نسمع توجيهاتهم، التفاهم واعتماد مبدأ الحوار.
طبعا سؤال هنا يقول: تعليل يجب الالتزام بتعليمات الأبوين من أجل الأسرة، من أجل المحافظة على أنفسنا وعلى المجتمع الذي نعيش فيه، من أجل علاقة أسرية سليمة وناجحة. 2، العلاقات مع الجيران، كيف يمكن أن تقيم العلاقة بين الجيران؟ يمكن إدامة العلاقة عن طريق التسامح والابتعاد عن العلاقات والابتعاد والعلاقات والتغاضي عن العيوب على كسب احترام الجميع، فضلا عن كسب ثقتهم ومحبتهم. تعليل أيضا هنا: أننا لن كيف يمكن أن تصف علاقتنا مع الجيران؟ يجب أن تصف علاقتنا مع الجيران بالابتعاد عن الأنانية والجشع والتباهي بمظاهر التي تضر بمصالحنا المشتركة. لماذا يمكن الاستغناء عن علاقة العلاقة مع أو لا يمكن الاستغناء عن العلاقة مع الجيران؟ الجواب: إذ يمكن عن طريق العلاقات الحسنة مع الجيران التعاون في مواجهة الصعوبات الحياة ومساعدة الآخرين. 3، العلاقة بين الأصدقاء، تعريفها: وهي روابط اجتماعية تربط الفرد والآخرين الذين يتقاربون معه في السن والمستوى الدراسي والاهتمامات الحياتية المختلفة. سؤال: ما الأسس التي تستند عليها العلاقات بين الأصدقاء؟ هي الاختيار، الأصدقاء، علاقة بسلوك الفرد. طبعا أعطي أمثلة عن حياتك اليومية. الجواب: تستند العلاقة إلى مجموعة من الأسس، منها الهويات المشتركة أو الهوايات المشتركة، تشابه بالسلوك الاجتماعي. طبعا عندنا هنا فراغ: من أهم الجوانب التي تنظم الروابط في المجتمع هي فراغ وفراغ، القوانين والعادات. سؤال: اعطي مثلا على نظافة، طبعا على النظافة، الأماكن العامة، المحافظة على نظافة بناية المدرسة وجدرانها وممراتها، والمحافظة على نظافة ممتلكات المدرسة كالكراسي ولوحات الكتابة وأجهزة المختبر، والمحافظة على نظافة المدرسة. سؤال: النظافة العامة في المرافق العامة والمرافق العامة المدرسية لها فوائد عدة، عددها. سؤال مهم وجاري: تزيد التعاون والمحبة بين الطلبة، تحافظ على الصحة العامة للطلبة، توفر بيئة سليمة للنجاح والتفوق. سؤال: ما هي التوعية المرورية؟ طبعا مهمة، ويقصد بها أن يكون جميع مستعملي الطرق من سائقين مشاة راكب دراجات على علم تام بقواعد مرور العامة من أجل سلامة المراكب والمشاة. سلامة المرورية، شنو هي السلامة المرورية؟ وهي اتباع الإجراءات الوقائية كافة للحد من وقوع الحوادث المرورية. أيضا عندنا هنا سؤال: ما الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث المرورية؟ الفحص الدوري شامل المركبات، اتباع الإرشادات والعلامات الخاصة بقواعد السير الصادرة من قبل رجل المرور، الحصول على رخص منح قيادة الخاصة بالمركبات والدراجات. سؤال هنا مهم جدا: تأثير التكنولوجيا والإنترنت في المجتمع، أو يشهد العصر الحالي تطورا سريعا في الثورات المعلوماتية؟ الجواب: لأن أصبح الجميع يعيشون عصر الانفتاح على العالم دون قيود، جعلت من العالم قرية صغيرة. جواب السؤالين. أيضا سؤال على التكنولوجيا والإنترنت، إيجابياتها وسلبياتها، وضحها. الإيجابيات للإنترنت مثل هسه، هي إيجابية نتعلم عبر الإنترنت بما يعرضه من برنامج ودروس تساهم في رفع مستوى ثقافة الفرد، هاي الإيجابيات مالتها. أما السلبيات: ضياع الوقت، الاختراق والتجسس، مشاكل صحية، الترويج للأفكار السيئة، تزوير الحقائق. عرف ضياع الوقت، يعد استخدام الانترنت من أكثر أسباب ضياع الوقت، وانت تقدر تحكي من يمك عنه. أوكي، عرف الاختراق والتجسس: سهل الاستخدام الانترنت، تسلل والاختراق وخصوصيات الآخرين وتجسس عليهم لمعرفة أسرارهم وتحركاتهم، ومن الممكن يتعرض أي شخص لهذا الأمر، يجب اتخاذ الحيطة والحذر. أيضا عندنا هنا سؤال: ما المشكلات الصحية التي يصاب بها الشخص الذي يستخدم الانترنت لساعات طويلة؟ شنو المشكلات؟ طبعا نفس السؤال: يؤدي استخدام الانترنت إلى ساعات طويلة إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة. وجواب: بسبب قلة الحركة والترويج الأفكار السيئة. أوكي؟ طبعا هنا عندنا تزوير الحقائق. شنو هي تزوير الحقائق؟ بما أن الانترنت غير خاضع لرقابة الدولة، يستعمل بعض من الأشخاص أسماء مستعارة ووهمية بهدف تشويه سمعة بناء بعض الناس والتشهير بهم أو الابتزاز من خلال سرقة المعلومات الخاصة بغية التشويه
أو بغاية التشويه أو الابتزاز عن نقل الأخبار والحقائق الاجتماعية. علل الممتلكات العامة. شن هي الممتلكات العامة؟ هي جميع الممتلكات العائدة للدولة والمجتمع، وليس وهي ليست ملكا لأحد وإنما ملكا للجميع. تعليل: أكدت جميع الأديان حرمة الاعتداء على الممتلكات العامة أو تخريبها أو العبث فيها أو سرقتها. ليش؟ لأن هذه الممتلكات وجدت لخدمة جميع الناس. يعني أنت بتكسر لك مثلا رحلة، أنت ما كسرتها فقط هي نافعتك أنت، ممكن باشر ابنك أو جيرانك أو صديقك أو أخوك يستفاد من عدها، فأنت حرمت من هاي الفائدة. زين، سؤال: أعطي مثال ونماذج على الممتلكات العامة. جميع أبنية الدولة ومؤسساتها والدوائر الحكومية وأثاثها وأجهزتها من الممتلكات العامة، مثل المستشفيات العامة، المدارس العامة، المعاهد والجامعات، الشوارع والطرق والجسور، الحدائق والمنتزهات العامة. طبعا اعطي حقوق الإنسان غير الأساسية: حرية التملك، حرية إنشاء المجتمعات والانتماء السياسي. سؤال يقول هنا أيضا: حقوق الإنسان من حيث المستفيدين منها، حقوق فردية، حقوق جماعية عندنا. طبعا سؤال: الحقوق الفردية هي الحقوق التي يتمتع بها الفرد وتسعه دولة جاهدة لتوفيرها وعدم التعدي عليها، وتتميز بأنها تخصص الفرد ذاته. سؤال: أعطي أمثلة عن الحقوق الفردية. شن هي؟ حق الحياة وعدم التعرض للتعذيب، وحق الفكر، حق التعليم، حق العمل، حق الانتماء. سؤال: حقوق جماعية. ما هي الحقوق الجماعية؟ هي الحقوق التي تخص المجتمع أو المجموعة من الأفراد وتضمن لهم الحق في التصرف أو العمل بها، لا تخص فردا بذاته. أو أمثلة تلك الحقوق: الخدمة العامة. سؤال: حقوق الإنسان من حيث موضوعها، حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية، حقوق بيئية تنموية. زين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق البيئية والتنموية، كل هاي تعاريف وشرح. ممكن تكلم عن الحقوق الإنسان من حيث موضوعها، حقوق مدنية وسياسية بتتكلم عنها، أوكي؟ هاي الموجودة يمنا. زين، حقوق الاقتصادية أيضا هذا اللي تقدر تتكلم عنها. الحقوق البيئية التنموية أيضا تكلم عنها. يقول: الواجبات هي كل ما يتعين على الإنسان فعله سواء في شؤونه الخاصة أو الاتجاه وطنه. علاقة الإنسان مع الآخر، علاقة الإنسان في محيطه عمله، علاقة بوصفه ومواطن وجزء من أفراد المجتمع تجاه المواطن. تعليم يقول: لأن العلم هو سبب التطور، جميع جوانب الحياة يجب علينا الاهتمام بطلب العلم، لأنه طريقة للنجاح في الحياة، وعن طريق العلم نستطيع معرفة حقوقنا وواجباتنا، ونعرف أيضا حقوق الآخرين وواجباتهم. سؤال هنا: المواطن بين الحقوق والواجبات. تكلم عن المواطن بين الحقوق والواجبات. ممكن يجيك وزاري: معنى ذلك أن يتمتع الفرد بالحقوق والواجبات التي له ويؤدي الواجبات التي عليه، فقط عليه التزامها، يؤدي واجباته ضمن الحقوق، الحصول على الحقوق، لأن الحق ترفع من قدر الفرد وحريته. سؤال هنا يقول: تعليل، بمجرد احترام الفرد لواجباتهم يضمن الحصول على حقوقه، لأن الحقوق ترفع من قدر الفرد وحريته، في حين تعبر الواجبات عن احترام الفرد لحريته وحرية الآخرين. حقوق الإنسان، شنو حقوق الإنسان؟ مهمة جدا. هي مجموعة من المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية التي تصف سلوك البشري، الذي ترجم مجموعة عن حقوق الإنسان لا يجوز اللمس بها. أنواع حقوق الإنسان: بكونها المتطورة وفي حالة حركة عن كونها متنوعة. ما هي أهم معايير حقوق الإنسان؟ عددها. حقوق الإنسان من حيث الأهمية، حقوق الإنسان من حيث موضوعها، حقوق الإنسان من حيث المستفيدين. هسه من حيث الأهمية، هي حقوق ضرورية لاستمرار حياة الإنسان يحصل عليها بصفته إنسان، تتميز بأنها الحقوق التي لا يمكن لمسها وتجاوزها ومخالفتها ويشكل تأمينها شرطا مسبقا أو أساسيا للحقوق بقية حقوق الإنسان الأخرى والتمتع بها. بماذا تتميز حقوق الإنسان الأساسية؟ بأنها من الحقوق التي لا يمكن مسها. سؤال يقول: أعطي أمثلة عن حياتنا اليومية عن حقوق الإنسان الأساسية. حق الحرية والحياة والمساواة، وحرية التعبير عن الرأي. الحقوق غير الأساسية شن هي؟ وهي الحقوق المرتبطة برفاهية الإنسان وسعادته، التي تم الإنسان
يعني تنم للإنسان وسعادته التي تعمل الإنسان عيشه أفضل وتضمن له قدر كافي من الكرامة.